أيها الإخوة، حفظ اللغة العربية فرد كفرد الصلاة، ولا يحفظ دينا إلا بحفظ اللغة. الدنيا في قبضتك باستيعابك اللغة، تكلموا اللغة العربية لأنها لغة أهل الجنة، بها نزل الله القرآن. I follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world closing, did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, I can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا. لا لا نرضى الناس بما لا نرضاه لنا حالا. فإذا تكلمت فلا تستعمل من الكلمات إلا ما يصح أن تكتبه، وإذا كتبت فلا تكتب إلا الكلمات التي تراها في الكتب. وحينئذ يجب عليك إذا قرأت أن تضبط الكلمات، لأنها ستأتي في حديثك مع الناس، وأن تتأمل إلى رسمها، لأنك ستكتبها في دروسك أو في رسائلك، وأن تتأمل إلى رسمها لأنك ستكتبها في دروسك أو في رسائلك، لأن اللغة صبغتنا. أنت مخطئ. الصحيح أن تتأمل إلى رسمها لأنك ستكتبها في دروسك أو في رسائلك. هيا ننظر، هيا ننظر، لأن اللغة صبغتنا.